بسم الله الرحمن الرحيم. ماس كود هي خدمة تمكنك من مشاركة عنوانك بطريقة سهلة ومختصرة. الصفحة الرئيسية تحتوي على قسمين رئيسيين، الأول توليد رمز والثاني البحث عن عنوان باستخدام رمز. القائمة العلوية تحتوي على خيارين، الخيار الأول إنشاء حساب والخيار الثاني تسجيل دخول. بالنسبة للقسم توليد الرموز، على سبيل المثال أحمد حاب يشارك عنوان معين مع خالد، يدخل أحمد على هذا القسم ويقوم بتحديد العنوان الذي يرغب بمشاركته. ثم يضغط على سبميت. سيولد النظام تلقائيا شفرة رقمية يمكن لأحمد استخدامها أو تكوين رمز خاص به كاسم أو بريد إلكتروني أو رقم جوال. القسم الثاني خاص بالبحث عن العناوين باستخدام الماس كود. على نفس المثال أحمد شارك الماس كود مع خالد، سواء كان الشفرة الرقمية أو الرمز الخاص الذي كونه أحمد. يقوم خالد بإدخال الماس كود والبحث. تلقائيا يظهر العنوان على الخريطة. وفي النهاية شكرا لاستخدامكم ماس كود.